بسم الله الرحمن الرحيم. محمد خير الإمام، شاعر من مصر. في إطار مبادرة كل يوم شاعر التي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، يسعدني أن أقرأ عليكم قصيدتين. العيد هذا العام، العيد يأتينا على عجل ويمضي كالمسافر. ألقى إلينا الله من مشكاته نورا تلألأ في السرائر. العيد أغنية ولعبة طفلة وصفاء ساقية تدور وصحبة. يأتي شعاع النور من مصباحه فيضيء إظلام الضمائر، وتعج بالذكر الحناجر. العيد مفتتح المباهج وانعتاق الروح من أسوارها، لتهيم في صخب الصغار مسدس الأطفال والحلوى، أهازيج البنات رفلن في اللبس الجديد. يأتي كضحكة عاقر رزقت على الكبر الوليد. العيد أسئلة الصغار بلا إجابات، وذاكرة الوجود بلا بدايات، ونصف قصيدة لم تكتمل. العيد ينكأ في فضاء الروح حزنا مطبقا لم يندمل. العيد ثورة جائع وهدوء ثائر، ما زالت الأصوات عالية بتكبيرات شيخ المسجد الأقصى، تلقي مآذنه النداء إلى المدى كالطير في التغريد أو أندى. ساحاته رغم الشروخ تزينت وتعطرت بالصبر والتقوى، وحصاه كم أصغى لدعوة ساجد أفضى له بالسر والنجوى. منه ابتدى معراج أرحم سيد وله انتهى في ليلة المسرى. تسري تسابيح الملائكة الكرام مع النسيم إلى فضاء الله هائمة وراء الفجر، حيث تشف أفئدة وترتجف المشاعر. لكن أطفالا قضوا في الضفة الأخرى ومضوا إلى ضيق المقابر. العيد هذا العام منفتح على جرح من الآلام غائر. العيد موقوف بأبواب المعابر. شاطئ الملح، كتبت على شاطئ البحر الميت بالأردن من عدة سنوات. على شاطئ الملح ألقى عذابين، ما بين صخر عنيف وماء أجاج. تحاول بعض الرياح ولكنها لا تكاد تحرك ماء تكلس، والطين ينماز بين انبساط وبين انبعاج. ذهبت إلى شاطئ البحر أبحث عن بهجة بت أفقدها من سنين الصبا. كان يغزو فؤادي صدى صوت فيروز أن لنا البيت والقدس. كانت تغني لنهر تعمد فيه المسيح، وكم من نبي على شاطئيه سعى بالنعاج. وعند المدى مدن للغزاة تكاد مصابيحها تطفئ النور في ناظري، وتطعن قلبي سكاكينها، بينما ينسج الليل أثوابه ها هنا ويغني نشيدا حزين المزاج. لقد كدت أسقط في الملح حتى استفزت ملوحة تلك المياه فؤادي، تذبذب واشتد إرهاقه وتوقف عن نبضه مرتين. أفقت أعب بصدر الهواء فجاء دخانا يمزق في رئتي كطعن الخناجر، والليل ساج. وحيدا مشيت بهذه البلاد العتيقة، والفجر يوشك أن يتنفس في هدأة الانبلاج. وبعد المدى ك
كانت القدس واقفة في الفراغ تمشط أحزانها، يسقط المطر الموسمي فيبتل شعر المآذن منكمشا، بينما صار يرقص زيتونها في ابتهاج. على هامتي يسقط الماء، يبتل معطف قلبي فأجري وراء السحاب لعلي أطهر أدران روحي. وبالكاد تنجو العجائز من زلق الأرض، بين الجميلة واقفة لتمشط خصلاتها الذهبية خلف الزجاج. لماذا أراه هنا باكيا؟ حاصر الجند أبوابه بالبنادق، كم أفزعوا من طيور وكم روعوا من نساء بكل الأزقة في بحثهم عن يسوع، وكم ذبحوا من صغار كذبح الدجاج. بياداتهم ليس ينقصها أن تدنس ساحته في هياج، ولما يزل صوت فيروز يأتي يطهر أوزارنا، حيث تسقط أحزاننا في خشوع لتمزج ملح البحار الكثيفة. وبالكاد يكفي الكروم لدفع الخراج، يجيء لنا صوتها كغناء الملائك، نرتد أقوى وننجب كل صباح صغارا بزي العساكر، يأتون من كل عمق بهذه الفجاج. شكرا جزيلا.